حلقة جديدة من بانوراما الصحافة، أهلا بكم. البداية من عرب 21 التي تتساءل ماذا تعني مطالبة حفتر لبريطانيا تسليمه رئاسة ليبيا. تقول الصحيفة، كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن قائد قوات برلمان طبرق خليفة حفتر تعهد بالتخلي عن الحكم العسكري إذا ما أصبح رئيسا للبلاد. وأكد جونسون الذي أجرى عدة زيارات في غرب وشرق ليبيا أنه ضغط من أجل تسوية سياسية بين أطراف الأزمة، مطالبا الجميع ومنهم حفتر بتقديم تنازلات وكبح مصالحهم الأنانية من أجل مصلحة الدولة والوقوف خلف الخطة التي تقدمها الأمم المتحدة. وأوضح الوزير البريطاني أنه من الضروري أن تكون هناك سلطة مدنية بالبلاد. تصريحات جونسون هذه خاصة ما يتعلق منها بتطلعات حفتر لكرسي الحكم أثارت استفسارات عدة حول معنى تقديم تنازلات، وهل طلب حفتر الدعم من الإنجليز ليصل إلى سدة الحكم في ليبيا، وما إذا كانت زيارة وزير بريطاني لحفتر للضغط عليه أم لدعمه. من جهته، أكد الإعلامي من بنغازي عاطف الأطرش أن التنازلات التي طالب بها وزير بريطانيا هي مجرد مناورات لكسب الوقت، لكنها كشفت جزءا من حقيقة أن الصراع الدائر كان سياسيا تحت شعار محاربة الإرهاب. وأوضح الأطرش في حديثه لعربي 21 أن لقاء جونسون بحفتر يؤكد أن الأخير أصبح جزءا من المعادلة السياسية، وأنه يخضع الآن لعملية تقييم استخباراتية هل يفي بالغرض أم لا. وقال المحلل السياسي خالد الغول إن سياسة الإنجليز صعبة الفهم وتعتمد على التدرج في تحقيق النتائج، ورأى أن بريطانيا تريد أن يقبل حفتر بالسراج قائدا أعلى للجيش لإمضاء الاتفاق السياسي، ثم يتم البت في المسائل الأخرى كالانتخابات. لكن يبدو أن حفتر يخشى تهميشه كاملا إذا تنازل، ولهذا يريد ضمانات بأنه سيحكم. في زاوية أخرى من عرب 21، تطالعنا منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية إذ تشكك في جدية خليفة حفتر إجراء تحقيقات جادة وعادلة مع محمود الورفلي المطلوب بمذكرة توقيف أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب. حيث قالت التضامن في صفحتها على فيسبوك إنها استندت في شكها إلى وجود قرائن على تورط حفتر في التحريض على قتل الأسرى، كما ذكرت أنه بالإمكان تحقيق محاكمة عادلة للورفلي من خلال تعاون حكومة الوفاق الوطني مع محكمة الجنايات الدولية في تنفيذ أمر القبض وتسليمه للأخيرة. يذكر أن محمود الورفلي نفذ خلال الأشهر الماضية عمليات إعدام عدة رميا بالرصاص في شوارع بنغازي دون محاكمة قانونية وقضائية رسمية. نطالع في القدس العربي اجتماع جديد في روما السبت ضم وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي وعددا من ممثلي الجنوب الليبي. بحث خلاله الطرفان مشاريع تنموية تشكل بديلا لتهريب المهاجرين. المجتمعون أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن المهربين هم عدو مشترك لا مكان لهم في ليبيا جديدة يسودها القانون ومبدأ احترام حقوق الإنسان ومليئة بالفرص الاقتصادية. وجاء في البيان أيضا أن ليبيا تعول على دعم سريع لإيطاليا والاتحاد الأوروبي من أجل مشاريع عرضت سابقا وستعرض مستقبلا بهدف تحسين ظروف من يعيشون في المناطق التي تشهد تهريبا للمهاجرين.
وكالة آكي الإيطالية نقلت عن مسؤول إيطالي تأكيده على أهمية مشاركة تشاد والنيجر بقمة باريس عن المهاجرين، حيث رأى وكيل رئيس الوزراء لسياسات الاتحاد الأوروبي ساندرو غوتسي أن المشاركة في القمة المزمع عقدها الاثنين بباريس من قبل رئيس النيجر محمد إيسوفو وتشاد إدريس ديبي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مهمة جدا للتعاون في منطقة الحدود الجنوبية لليبيا. وأضاف غوتسي أن هذه المنطقة شاسعة وأساسية لطرق الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط. علاوة على ذلك، يمكن للفرنسيين أن يفعلوا الكثير لمساعدتنا وبشكل خاص بين النيجر ومالي. غوتسي أوضح أن النتائج بدأت تلوح في الأفق على صعيد الهجرة في منطقة غرب البحر المتوسط، لكن يجب توحيد وتوجيه مختلف المبادرات القائمة في إطار مبادرة الأمم المتحدة، لأن المهم تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأردف قائلا: يجب السعي إلى تعزيز التنسيق والعمل ليكون الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معا في ليبيا. وذكر المسؤول الإيطالي أنه من المهم جدا التزام فرنسا بل وألمانيا أيضا التي كانت مع إيطاليا الدولة الأكثر تمويلا لصندوق دعم ليبيا، وكذلك إسبانيا التي يصب هذا الأمر في مصلحتها فضلا عن كونها لاعبا مهما في هذه القضية. ننتهي بكم إلى العرب الجديد التي كتبت: إغلاق حقلي نفط وحكومة الوفاق تطارد مهربي الوقود. في السياق، قال المتحدث باسم حرس أمن خط ريين النفطي محمد القرج إنه تم إغلاق صمامات حقل شرارة النفطي وحقل الأحمادة، بالإضافة إلى إغلاق حقل الفيل خلال اليومين الماضيين كورقة ضغط على حكومة الوفاق الوطني للتدخل لتحسين الأوضاع المعيشية. حيث أوضح القرج أن المناطق المحيطة بخطوط نقل النفط تشهد أوضاع معيشية صعبة تتمثل في نقص الخدمات والسيولة وغلاء الأسعار، فضلا عما تعانيه هذه المناطق من انقطاع كامل للمحروقات ومشتقات النفط بكامل أنواعها لأكثر من عام. من جهة أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس إنها قدمت معلومات موثوقة إلى مكتب النائب العام ولجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي عن أسماء الناقلات المستخدمة في تهريب النفط الليبي وحركتها وأسماء المهربين المتوفرة لديها وأرقام الشاحنات المستخدمة، تمهيدا لإصدار أوامر القبض والملاحقات المحلية والدولية لهؤلاء. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن عمليات تهريب المحروقات المدعومة هي جرائم اقتصادية كبرى بحق الشعب الليبي واستنزاف لثرواته، ولها تأثير بالغ على استقرار البلاد وأمن شعبها. والآن جولة مع الكاريكاتير. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.